بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتحي قراها باباك وبابايا وخلاص الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله الاسره يا ولد، انا مالي مالها؟ تلبسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. انت رايح تخطب تلبس البدله دي؟ يا بابا افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم، انا يا بابا يا فانكي. بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش، ده ابو امك موافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعال عدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجودة النهاردة. طيب وركبي اهو رايح اخطب، وحشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخني، انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ساتر يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزة، بيت يا لوزة. أيوة يا ستي. تعالي يا بيت، إيه اللي مرمي على الأرض ده؟ دي مية يا ستي، أنا لسه مسحة. أنت إيش عرفك أنت؟ مية إيه؟ ده عمل معمول لي، امشي هاتيلي شوية ملح عشان أفسده. امشي يا بيت. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. إلهي يخرب بيتك يا وليها يا أم عاطف، تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بت، هات يا بت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم، امسك يا بت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب، لحسن كتاب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي، عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوايا. يا ماما بقالي ساعة بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسأل علينا، هو في حد بعد ابوكي ما مات سأل علينا غيره؟ شوف بقى، انا عاملة النهاردة صينية مكرونة بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تسأليني انا. اسألك انت ليه؟ هو انت غريبة؟ انما هو غلبان يا حبة عيني، عايش لوحده. يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت، انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفرة اقعد العب شوية على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. تعالي اترسي اقعدي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. عندك بنت انت حره، اللي ياكل على نفسه يبقى بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. ولعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه، روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه، هتاكل منك حتة. الله، منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. راح فين يا نواه؟ رايحة كوافة. بابا يا ماما في سلامة يا حمدي. مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا.
سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي امك دي جايبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب واجب لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين ايه عربيه المولد اللي انت راكبها دي؟ مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جنب. بابا مش عاجباك العربيه يا شباب؟ ما كترش كلامك افتحي. بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام. خليك بعيد عشان انت كده ما تتكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن. انا اترزح. ايه ايه انت بتبني لك على ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. تيمور يا تيمور 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 يا تيمور. تعالى هنا. لا كان معايا واحد صغير بس انت عارف راح فين. ابو سامي اتفضل. يا بابا بابا انت تيمور. يا انا صدقنا بقينا لوحدنا يا بنتي. ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى يا اعمى؟ ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ لا يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور. امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. صغير بيكبر. هنا ولا انت مشكلتك حاجه واحده؟ مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه؟ ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال. مالك ياض يا وش؟ منتهب علينا ليه؟ في حاجه؟ في حاجه. في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت. لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطع. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه واحده كده. واحده ايه يا تيمور؟ البنت دي تلزمنا. نفض لنفسك ياه. نفض ايه؟ في حاجه في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفه. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود البنت اتخطفت. البنت اتخطفت. استنى ادب سيلا. انت وقفصين الخضار اللي معاك. مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد. تعالى بتعرضها ياض. انا مش قلت لك طريها ياض؟ انا طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه مش وراكوا ليه؟ يلا يا بسلة اتفضل. يلا يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه. انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح. خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا. مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي. ياخدوك ايه ده؟ انت روحي افهمي. انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا تتبهدلي. وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع بشندي؟ لا بشندي ده حكايته حكايه. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينيش من الشارع ده. انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي انا ماشي. اصحى يا سي بيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه. وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا نام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف يا بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام. عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام. اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. ده بيت بشندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. حضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره
هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي ملعنا، هو حاتم الحاتم أبو حاتم، حاتم الحاتم أبو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك، قل لي، هذول مساكين؟ مساكين سيادة. يلا طلع طلع، وزع، فرقوا مالي، فرقوا فرقوا. لا حول الله، بعدك شب ترى، ولا حزنت عليك؟ والله تأثرت لي لحظة أبكي. والله قل لي، أنت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا أخويا مشلول، وأنت وهم على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرة ولا مش لاقي اللظة؟ خمسة. حرام عليك. أعطي له خمسة. حرام عليك. يا عيب يا، والله ما يستحي اليوم الدين. ترى ليش؟ لأنك ما ربيته، أنت ما ربيته، ما ربيته. أعطيله أعطيله، كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. أعطيه، يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا أخي السؤال، هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. أعطيه. حاضر سيادتك، أنا مالي. اطلع يا أبا عيالة. شوف، أول ما ريته دريت أنه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا أهلا وسهلا. مصدقي ماما ان خالتي نوصه دي هتجيب لك العقد. خشي برجلك اليمين، خشي في اي حته، بخش برجلي اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي، منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. ما شاء الله، دي طايره يا ولا. يا رايا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي ودي. يلا تكل انت على الله، يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا لا لا، هتنساعيني هرجع عليك المية. ايوه زين، روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونة، انت حتة اخوك حتة، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمة الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عجيبه. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات، وصايع كمان. اي رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه يا واد، بتقول عليك مارد بيتبرز اخره. ماشي يا خالتي، اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. لا عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عاملة تليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه يا مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص، جوزك ده هبهدله لك. صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس، انت ساعديني هاتيلي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة اوسى رب ايه ده، كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه، وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا شغل. ايوه. لا لا، ده انت اختي. طب يا حبيبتي، بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفت يا سمينه ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه، اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا، الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو، ورز عقد. عقدك ده؟ No, it is not. يا ولية تأكدي. لا يا ستي، مش عقدي. امسك، انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، ما شفتش خلقتك هنا تاني. Come here. Come here. في داهية. اصل ده خواجه طارق،
بصي العفاريت البيضه زي الفراخ البيض ما تبقاش جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلان، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي جامايكا منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعبيبي ايه؟ جامايكا منو يا ماما؟ تعالى تعالى فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقد كده؟ ايوه عقد يا اخويا. جدع يا جامايكا منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة منو يا ماما؟ أصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمك. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع ما اقولك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انت عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي ببلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك، حاجه كده على قد ما اقصد. ايوه ليه ده؟ ما عندكيش نظره وانا محتاجه فلوسك. مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي. يلا جامايكا يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في